تحياتي للجميع. هلا نحن عم نعمل بدي اورجيكم شيء بالماي سيكوال سيرفر كوميونيكيشن. فانا عندي 2 لابتوب، هذا اللي هلا عم تشوفوه هو نزل عليه، هو يوبونتو مثل ما انه يعني لينكس، نزل عليه الماي سيكوال سيرفر. عادة بينزل، اذا مش نازل بتكون تنزلوه بالتيرمينال، يعني بتعملوا تيرمينال جديدة وبتنزلوه. anyway، فاللي انا بدي اعمله انه في عندي لابتوب تاني ويندوز، هو حيكون حيلعب دور الماي سيكول كلاينت. اوكي، فاذا عندي كلاينت هونيك، هلا انتم منكم شايفينه، بعد شوي بنشوفه. عندي كلاينت هونيك وبده يعمل كونكشن لهون، بيعمل اكسس على الداتا، على شي داتا بيز او شي هيك. طيب انا يعني في كتير في توتوريال، وفي الواحد بيعمل سيرتش وهيك، حقيقة بيستفيد على الانترنت على ستاك اوفر فلو هيك. بس يعني كان شغل لي بالي هو الانكريبشن، يعني يكون الكوميونيكيشن من هونيك لهون انكريبتد. وبالاول حاولت ما بعرف شو عم ورجيكم انا هلا، بالاول حاولت بشي، خليني ورجيكم الويب سايت في توتوريال مهم، مثلا هي مبين هون، بعتقد هذا فيكم تشوف، فيكم تقروا وتفوتوا عليه. وهيك بيورجينا كيف يعني نعمل جنريشن من خلال لايبرري اوبن اس اس ال نازل بيكون عاده على اليوبونتو. بصير فينا نعمل جنريشن للبابليك كي والبرايفت كي وحتى سيرتيفيكت يمكن، يعني وبيطلع كل هالفايلات، شيء مهم. وبيرجع 3 فايلات من هون او بلا 3 فايلات بيبعتهم على الكلاينت، ومن الكلاينت بيعملهم اكسس بواسطتهم، فبصير في عنا انكريبشن. فاذا هون كان عم يعملوه على بتقنيه اسمها ار اس اي 2048 الى اخره. فانا حقيقه كان بيهمني بس يكون انكريبتد، ما بعرف قديش كان بيهمني يكون ار اس اي. بعتقد اذا ببلش ار اس اي بكون كتير منيح. وانا بتمنى انه اهل الخبره يعني يعلقوا على الكلام وهيك. على كل الاحوال مشيت لها توتوريال، وبالاخر لقيت انه ما كتير في داعي، لانه اصلا تبين لي انه كان انكريبتد وخالص. شو الاجراء اللي عملته؟ هذا ما بعرف انا شو عم ورجيكم، بس عم بحكي انا مش اكثر. فشو الاجراء اللي عملته؟ بكل بساطه عملت كونكشن، ما غيرت شيء، يعني تقريبا رجعت هالملفات لطبيعتها. مثلا هالملف هذا بتلاقوه مشهور شوي، يعني بال سلاش اي تي سي، هون روت اي تي سي، ماي سيكوال، ماي سيكوال كونف دي. هيدا ما غيرت شيء تقريبا بطبيعتهم، يعني ما غيرت شيء. اكيد هلا يعني هي اشياء تقليديه، يعني مثلا البورت على 3306 ما في تقريبا، ما غيرت شيء هون. مثلا في هالملف تاني مهم، فهون كان لازم احطهم هول SSL-CA، SSL-CERT، SSL-KEY. هول ال هول البرايفت، برايفت كي، وكلهم برايفت مبدئيا هون. فلانه هول بدهم على اساس انه الماي سيكول سيرفر هو يعمل لهم اكسس. بس حقيقة انا عملنا هون كومنت، وبالرغم من هالشي عملت كوميونيكيشن من الويندوز لهون، وتبين لي انه بيكون هلا مش عارف اذا حروح لهونيك، عم فكر ان هي بس بفيديو واحد. اذا حدا بده مساعده يعني يقول لي هلا كيف قلعت الماي سيكول هونيك بالكومنت لاين كمان، يعني ما استعملت ماي سيكول ورك بنش. اوكي، في سوفت وير اسمه او نو انترفيس، يوزر انترفيس اسمه ماي سيكول ورك بنش، فاستعملت انا كومنت لاين انترفيس. فالكومنت لاين انترفيس اللي هونيك مبدئيا هلا عادي بتعملوا هون بالماي سيكول، هون بتعملوهم هون. اوكي، اول معلمين بتعملوهم بالسيرفر، بتعملوا كرييشن لليوزر، للماي سيكول يوزر اللي بدكم اياه.
للماي سيكول يوزر اللي بدكم اياه. اوكي هون بين نعطيك كل البريفليجز و الاهم تغيروا الاسم. هيدي ات يعني من وين مسمح له انه يعمل كونكشن، هيدي معناتها انه مسمح له يعمل كونكشن من وين ما كان، من اي كمبيوتر ان كان. بغض النظر شغله منيحه او لا، بس انه فرضا نحن عم نبسط الامور هلا، بس بدنا نعمل كونكشن. وهذا هو الباسورد اللي بدكم تفوتوه كمان، فهي بتعملوها هون بالسيرفر سايت. وما تنسوا كمان الفلاش بريفليجز. طيب بالنسبة ل فهون حتى هيدي على فكرة بال يعني هيدي شغلة مهمة، اساس ال تايب سايفر. انا بس هاي لفتت لي نظري انه هو اوريدي بيكون سايفرد، وبالتالي انا حاسس انه ما في داعي كنت انا اعمل البرايفت كيات والبابليك كيات وارجع انقلهم مثل ما قلت لكم، بنقل البابليك كي للويندوز مثلا من هونيك او بنقلهم مثلا على كل الاحوال. ف شوفوا يا اخوان ويا اخوات، هذه بتفوتوا هنيك للي ما بيعرف كيف بده يستعمل كوماند لاين انترفيس بالويندوز، بده في هذا البروجرام، هذا البروجرام تجوا بتنزلوه بتعملوا له داونلود بالويندوز حتى بصير فيكم كوماند لاين يعني. اوكي انا بس تفتحوه مباشرة هو بفوتكم على هاي، يعني دغري بورجيكم الماي سيكول هيك وهي عم تضل وتطفي. هي معناتها انه هو فات على ديفولت يوزر اللي هو الروت، اوكي اللي هو روت ات لوكال هوست. فنحن مبدئيا بدنا نعمل اكسس من خلال اكسس من يوزر تاني من اللي عملنا له كرييشن مش باي، فرضا انا سميته يوسف وين مثلا، وين يعني ويندوز. فهونيك بنفس البروجرام هيدا بنفوتها. اوكي هلا مين هو هذا الاي بي؟ هذا الاي بي للسيرفر اللي هلا عم احكيكم منه. انا بكون هذيك هالسطر كاتبه بالويندوز لانه هي شغله شوي ثقيله للي ما شغلها قبل بمره يعني، فانه عن جد فيها ريسيرش بدها وقت واحد يتفرغ لها شوي. بعدين تايب ان يور باسورد، فوتوا الباسورد اللي هي نفس الباسورد اللي وقت اللي عملنا له كرييشن هون بالسيرفر. The nice thing about it من بعدها لما بتكتبوا ستاتس، اذا بتكتبوا ستاتس بيطلع لك معلومات عنه، اكتبوها هونيك. انا مش حورجيكم اياها بس اكتبوها، نفتني بس هذا السطر سايفر ان يوز از تي ال اس اي اس 256 SHA-384. فبفتكر انه هذا السايفر يعني اوريدي الكوميونيكيشن انكريبتد كوميونيكيشن. انا هذا كان هدفي، انا مش هدفي ار اس اي بالضروره، بس انه كان بدي اياه انه يكون انكريبتد. اوكي لانه مثلا بركي بدي اعمل اندرويد ابلكيشن ويكون بدي انكريبتد كوميونيكيشن يعني بينه وبين السيرفر مباشره، عنده هو ريموت سيرفر ومش عليه وين يوبونتو او لينكس او شيء. Which is all done on the old since was not created with any SSL encryption. يعني أنا لما عملت له creation لليوسف وين على هذا اللي هون بنفس الأسلوب، يعني هونيك إذا بتعمل له creation وبدك تفوت له معلومة إنه تجبره SSL، هون يمكن نزيد شيء SSL شيء هيك. فهي بتعمل له research يعني، شفت أنا هيك شيء على Stack Overflow. بس مبدئيا انا بس عم شارك الفكره معكم، فحبيت لكم انه هيدي الشغله بتكون اوريدي انكريبتد. وهون بتشوفوا بالدوكيومنتيشن انه هالثلاثه مثل ما فهمت انه بيكونوا باي ديفولت دائما. طبعا هيدي بالتي ال اس فيرجن 1.3 بيكون نازل اوبن اس اس ال 1.1 اللي هو لازم يكون يمكن نازل عنا هون بالسيرفر عمول يمكن. فهول ثلاثة باي ديفولت بيكونوا يمكن شغل، إذا بدك تشغل هاي أو هاي أو شيء بدك أنت تغير. ففي شيء اسمه تي ال اس سايفر سوتس بنكبس عليها بتاخذنا على هاي. طبعا هالباراجراف هيدا يعني أنتم بنشجعكم تقروه يعني، ومبين هون اللينك فيكم تستفيدوا منه على كل الأحوال. فهون بيقول شو بيقول هون؟ ولا شيء، بيقول إنه اذا انت ما غيرتهم وهن فبيكون انكريبتد. فشغله حلوه اوكي نوفر علينا شغل. انا كنت بفتكر انه منه مثلا باي ديفولت انكريبتد،
كمان اذا بعتقد بنقراها لهي كمان فينا نتحكم ب variables اكثر، يعني بصير في كان اذا حدا ما بده encrypted مثلا في يعمل شيء بغير بالسيستم variables يمكن للماي سيكول او شيء هيك. فبس حابب اشارك معكم هاي الفكره، اذا حدا بيعتبر انه الار اس اي اهم او انه لازم نعمل public key private key يا ريت يخبرني، يعني يترك كومنت او شيء. اذا حدا عنده سؤال طالب معلومات شوي زياده انا ما وضحتها ممكن نعمل فيديو ثاني او شيء هيك. أتمنى لكم التوفيق وبأمان الله.